السلام عليكم، هذا اللابتوب بجنطة طبعا هدية، وبداخل أيضا هدية ثانية اللي هي كاميرا ويب تستخدم اللي يحتاج حسب الحاجة. هذه الكاميرا ممكن تخليها على اللابتوب أو على أي شيء ثاني تثبتها. بالنسبة للابتوب هذا هو لابتوب نوع دل، هذا اللابتوب وهذه الشاحنة مالته، هذه الشاحنة هاي دقمة مال التشغيل مالته، ضغطة واحدة عليها راح يشتغل اللابتوب. هذا اسمه دل. نظام ويندوز 7. طبعا صدفي متانة وارد مواصفات مالته، هاي كور توديو ويندوز فيستا الأصلي يعني مالته. نحن نصب ويندوز 7، طبعا نصب بيه البرامج جاهزة، برامج الأوفيس، الطباعة، برامج تفيد بالدراسة اللي هي منصة نيوتن الطالب للأستاذ للمدرسة، فيعني يصلح هذا اللابتوب للطالب وللمدرس أو المعلم أو التلميذ. هسه راح استعرض مواصفات اللابتوب. هاي الصفحة الخاصة بتفاصيل الجهاز، لا تلاحظونها. الرام 4 جيجا، نظام 32 بت، وهذا اسم الجهاز والمعالج والسرعة وباقي التفاصيل. طبعا مثل ما قلنا، طبعا الكيبورد مالته عربي، عربي بلاد، يعني مو لزقات، لا عربي بلاد. منها تقدر تعلي الصوت، منها تنص الصوت، منها تطفي الصوت نهائيا، واضح. منها تكنك جوا على الشبكة، تختار الشبكة مال بيتكم، كل واحد يختار الشبكة مالته، وهذا يعني كل برامج مفيدة. اكو خدمة توصيل للمناطق القريبة.